المشوار، وفي الويكند ما خيرش كون عملنا ودوكم هكا بدبارات في كوجينتنا. كوجينتنا كوجينتنا، تحية لك الحرة المجدية اللي برانشي معنا توا وتستنى هكا في دبارة مدبارات. ما احنا اليوم نمشيو بكم ديريكتومون للسهرية، وشنو تنجموا تحضروا هكا حويجة حلوة، خاصة نعرفوا كل دار وبرشا ناس تحشش على الحاجة الحلوة في شاي رمضان هذيك. علاش حاضرة معنا شيف إيمان عيدي في الدومين نتاعها في الباتيسري. صباح النور شيف. صباح النور. حشمة شوية هكا ولا نور؟ أي أول مرة. أي ميساج أول مرة نحكي وعادي عبارة عرفتك تعطي فيها هكا إيمان في الغسيط في دارنا نسأل فيك اليوم. قلنا شيف إيمان مش نحكي، وقلنا برشا انسي يحبك الدليلة في السهرية، كما كنت تحكي قبيلة بشوية مدام يسرى على الكريمة، على الدراع، على البوزة اللي ناس معهم برشا حاجات. لكن دغنيغما ممكن إيمان حاجات وليت دارجة اللي جاتنا من الشرق الأوسط اللي هي الكنيفة، وبرشا ناس وليت حتى المرأة وحدها تاخذك المستلزمات وتحاول تعطي كنيفة. أما راهو الحقيقة مش أي كنيفة تتسمى كنيفة هكا ولا أي؟ صحيح بالطبيعة. كل إنسان وكيفاش يعملها على طريقته، كل شيف وكيفاش يعملها على طريقته. بالنسبة للكنيفة هو حلو توندانس شرقي موجود، معناتها في تونس ديما نخدمه فيه، معناتها بالنسبة لي أنا. بالنسبة للكنيفة حاجة بنينة، حاجة معناتها مزيانة، حاجة معناتها تلم العائلة. تفرح معناتها العائلة الكل مع بعضهم، معناتها باش ياكلوا حاجة بنينة. بالنسبة للكنيفة بيان سور باش نعطيكم روسيت نتاعها. الكنيفة هي قطايف ناخذوها ونقصوها ونعملوا البوربور اللي هي الزبده نتاعنا. الزبده زبده ماهيش بركي بيان سور، لا زبده سويديليس ولا فيتالي ما غير ما نسميه ولا اسماء، اما لازمها تكون زبده ماهيش المارغرين، ماهيش مارغرين بيان سور. دونك لهنا تختلف فتوال بيان سور، حتى في المطعم حتى في البنه كل حاجه معناتها تظهر. كل حاجه باش يود معناتها عائلته، باش يود صغاره، باش يود روحه، لازم يعمل حاجه باهيه. مثلا بار اكزومبل انا مثلا البرودوي نتاعي نبيع فيه، نعمل حاجة بيلك ليونيتي، حتى باش تسوق لليك انت باش تربح لك ليونيتي، مين تولي معناها تعمل لهم معناها اون بون كاليتي باش هكاك تعاود تستقطب، خاطر ينجم يذوق مره وانت تخدم ببرودوي ماهوش هو يقول لك انا ما عادش نرجع للعبد هذيك. دونك انت تخدم بالزبده الاصلي. بالزبده الاصلي نعملوها بيربو، معناتها نذوبوها ونحيو منها الحليب نتاعها. هذه اللي تتسمى بيغ دو نوازيت. بيغ دو نوازيت نبثبثوا بها القطايف نتاعنا، نطرحوها القطايف نتاعنا في المول. مثلا تنجم تكون مول بلار، تنجم تكون مول اون الومنيوم، فهمت؟ وناخذوا باش نعملوا القشطه نتاعنا، معناتها ناخذوا نعملوا الكريمه الساعه قبل اللي هي تتعمل الحليب، ناخذوا نصف لتر حليب عليها ثلاثة مغارف ونص نشاء. بيانسور نشاء نغربلوه خاطر باش ما يعملش لك الكعابر، باش ما يعملش لك عابر. أي. ونصفيوها ونطيبوها على الغاز تيب كريمة. أي. وبعد نزيدوا من غير عظم إيمان؟ لا ما غير من غير عظم، ما غير عظم. نزيدوا 250 غرام فريدو، جبن فريدو، جبن هذيك اتاختيني لابيض اللي جبن جبن ماهوش مصطح. بي بي ونزيدو بيان سور موتزاريلا، نزيدو كويستو، كل واحد وشنو يحب يحط. دونك هذوما الاضافات هذوما كل واحد وكيفاش يحب. لهنا يا ايمان تنجم تفرق البنه نتاع القشطه الداخلانيه اللي تاعك. فما عبيد، فما عبيد تخدمها بالكريمه بار اكزومبل. شنو هي الكريمه؟ الكريمه العاديه نتاعنا، الكريمه الزمنيه العربي. اما هما معناتها الاصل الاصل الشرقيه، نتاع الشرقيه نخدموها معناتها بالجبونات، فهمت؟ تجي فيها جبن مط، هي ليه سكري وليه سالي، هي حتى كل معناها السالي نتاع الموتزاريلا نعرفها احنا ما فيهاش مطعم معناها بالنسبه للناس اللي تعرف الموتزاريلا. راه الموتزاريلا جوست ماهيش مالحه، ماهيش مالحه معناها جوست كنحس شويه وكل. اما معناها يخدم برشا الكومبينيزون هما بين المالح ولا حلو مع الشهور بعد اللي يعطي بنه اللي تبدا مستحب. اي هكيك. اي ومن بعد نزيدوها ميم با مغرفه وشطر
سكر محاور. انت والذوق طبعا ما تحب حلوة خاطر ما عندوش حور. اي اما كميم لازمنا نخليه حاجه المطعم السالي انت ما نكثروش برشا معناها في الكريمه نتاعنا دونك كيمين ما نزيدوش برشا سكر ابين مغرفه مغرفه ونص سكر غلاس وتبدا بارده خليها بارده هي سخونه وميم طون احنا طيبناها نحطوا الجبنه نتاعنا باش يذوب باش كل شيء يتخلط مع بعضه ومن بعد نحطوا بعد ما طرحنا احنا الطايف نتاعنا نحطوا معناتها الرصوها القطايف الرصوها بيان سور نطرحوها بالكدي بيديتنا هكا ومن بعد نحطوا معناتها الكريمه هذيك اللي طيبناها مع الجبن نتاعها كل شيء ابي هوني باش نزيدوها عطر شيء ولا لا ما نزيدوش العطر شيء بالنسبه للحلو الشرقي ما فماش عطر شيء هذيك احنا العطر شيء احنا التوانسه اي نعملوا العطر شيء مثلا كان في عصير زقوق كان في بوزه كان في كريمه ما عرفش معناتها في حاجات كيما هكا فما حاجات كيما هكا ديما العطر شيء وك الزهر بالنسبه لنا لينا احنا ما يجيوش معناتها في الحلو الشرقي ما عندهمش هما اصلا اي انا في الكيس حنا الميكرو نتاع ميساج خاطر تفاعل معنا مع مدام يسرى في حكايه الكنافه بي ومن بعد نطرحوا الكنافه من الفوق فوق القشطه نتاعنا هذيك ونحطوها في الفوق على 120 درجه ديما نعسوا عليها على خاطر هي راهي سونسيبل على الاخر القطايف لازم نحاولوا ما نحرقوهاش لازمها تطيب خاطر تعطيك المطعم نمره شهيتني توا خليت البنه وليت ومن بعد نمشي ونخليوها هي تطيب في الفور وميم طون لازم الشحور نتاعنا اللي هو يتسمى قطر لازمنا نطيبوه شنو هو الشحور نتاعنا بالنسبه للكميه اللي عطيتها انا نتاع كعبه كنافه كعبه كنافه هذه كيف اللي قاعدين نشوفوا فيها على الباج فيسبوك الكبر هذيك دونك قديش الكونتيتي اللي عطيتها لنا من قديش تعطينا من هذيك الكونتيتي هذيك تعطينا نتاع كعبه بركه كنافه هذيك الحجم هذيك ما شاء الله راهي هذه معناها معناتها بوغ 7 بيرسون بوغ 6 بيرسون تكفي بسم الله ما شاء الله تكفي بالقصر معناها ما شاء الله تنجم لا تكفي وتبارك الله مشخشخه من الداخل معناتها باش تبقى عاليه معناتها تاكل دونك معناها ان شاء الله بسم الله ما شاء الله كنا قبل نعملوا صحيين حلو صحيين كامل بغريبة القعموز كانت تعرفوها تبارك الله كنا ما نذكروهم قديش الشعيرية ذيك قديش الكونتيتي الكونتيتي حكيت 300-250 جرام الحقيقة عيني ميزانية أنا من أو كبرسان معناها أنت تفهم ديجا أي تفهمها ديجا أنت لازمك المولة تغطيها باش ما تخليش معناتها القشطة تهبط في المول وتتحرق احنا جوست باش نغطيوه عباره معناتها باش تحط حاجه هكا باش تغطيها باش تحميها احنا حكينا فن نحس كتبارك الله توا تعبرنا كانك فن بالحق بالطبيعه خاطر غرامي نحبها معناتها خدمتي هو الحاجه كي ما تتعملش بغرام راهو حب الله معناتها ونعطيها من وقتي ونعطي معناتها للحاجه بالباهي نقول انا البرودوي هذاك مش نعمله انا عباره مش هيك لو صغاري معناتها الحاجه لازم تكون نظيفه لازم تكون باهيه لازم تكون حتى في العين معناتها مزيانه تجلب الانتباه معناتها خاطر العين تقلق قبل الفم بنتي القرويه راهي حافقه ومقديه دايما تسمع القراوه اللي يعجبني في خدمه ايمان ذكركم باتيسري ماجدولين اللي هي الحاجات معناها العين تقلق قبل اصلا تجذب معناها حتى في الانواع الكل دونك احنا جوست نكملوهم اي مع الكنافه قداش تقعد في تسيب من با يمكن حكيت درجة ونص هكاك اللي انت حمار معناتها القطايف من الفوق فمتى الشحور نحطوا 200 غرام ماء عليهم 150 غرام سكر عليهم غرفة نتاع ماكلة قارص وتسيب معناتها لين يذوب السكر نتاعنا لازم ما يجيش عاقد خاطر هو قطر خفيف على الاخر جوست باش نبلوا بيه اكل الكنافه هذيك باش تطرى فما تخاطر هي مش تيبس ديجا في الفور باش تيبس اكاهو هذه الكنافه فما لاستوس بالفيكه وصحه باش فيك فما لاستوس نتاع يا اما شحور سخون والكنافه بارده زوز كيف هذا مزوز كيف كيف لازم الكنافه سخونه قلت لك او ميم طون معناتها دوبا تخرجها تصب فيها او ميم طون تسيب معناتها كنافتنا وشحورنا يتي دوب ما تحمر القطايف نتاعنا نصبوا الشحور نتاعنا ولازم نصبوا من الجناي باش تتشحر من اللوطة ومن بعد نصبوا من الفوق وانا ديما نقول لهم كليوناتي اجي هزوها سخونه خاطر الكنافه ما تتاكل كان سخون بي بعدك اكيد سخنها في الميكرووند ما تعطيش نفس لا دونك ما تعطيش نفس وتقعد راهي حتى تبقى دافيه وتبقى بنينه كل شيء اما كمين مضبيه سخونه وقت اللي تاكلها معناها ديريكتومون تتاكل دونك هذه معناها نصيحه راهي اذا كنت تحبوا تتبنوا الكنافه على اصولها راهو لازم هكم تاكلوها سخونه كيف نفسك تبدا مع معناها الفخس نتاعها شوكولا نوتيلا مثلا لازم تاخذ نوتيلا معناتها نوتيلا المطعم
احنا توا هنيه من قبيله من اللي تحكي ايمان اللي قاعده تمشي للكاليتي نتاع الماتيغ اللي تخدم بها معناها هي حاجه اللي حاجه قد ما تعطيها تعطيك معناتها كبنا حتى في حاجاتنا معناتها عادي حتى في دارنا فما زيد الروح تدخل سبحان الله راهي علاش قبلت نجم تكون المكونات الكل قد ما الدنيا يحبك الحاجه اللي مش تعملها هو محليها هي راهي هاكا الناس اللي راهي تشهي هو احنا توا في معناها والله لا هي حقيقتنا بعد معناها ريت معناها حاجه تشهي برشا النزول احنا كلها بالفستق الفستق غلي هو غلي كل شيء وصل ل 95 و10 والله غلي غلي اما بصراحه هي حاجه مش حدنا معناها بالحاجه مش مش مشكله الواحد ندك وما نشهيك فما دي خدمه خلينا معناها انت تخدم فيهم يمين احنا تخليها عسيت في بالي مش نعطيهم عسيت زقوق وتنعطيهم الغسيل جوست معناها نحكيو على دي برودوي زاد تخدم فيهم اليوم يتمشوا برشا مع رمضان شفت الدقله المحشيه اللي ديرنييرمون الدقله المحشيه وليت عندها برشا معناها دي فاريتي نتاع دقله محشيه كيفاش قاعدين يخدموا بها وقاعدش قاعدين نطوروا فيه عالم الباتيسري وقاعدين نجوا سورتو اللي العين وليت تاكل قبل كل شيء بالطبيعه هو غرا لازمك انت البرودوي هذاك باش تخرجوا مزيان ودو بون كاليتي وحاجه مرتوبه وحاجه مزيانه وحاجه نظيفه يلزم معناتها تحط معناتها غرامك الكل فك الحاجه هذيك باش معناتها يكون كليون تاعك يكون ساتيسفي يعرفوا نحط فلوس انا نقول لهم تعرفوا تحطوا فلوسكم اي باش باش هكا تاكل حاجه بنينه ومقتنع اي ما عنده يهرب ما دام ياخذ حاجه دو كاليتي اسمع بيا مريومه كلمه حلي باش تولي هذه هي باش هو هذا هو رواديه معناها الماركتين كيفاش تربح لك اليوم تاعك راهو ما تربحوا لك اليوم كان بالثقه وبالماتيريال اللي تخدم بها وبالبنة اي هو يعطيك صح ايمان باش ترجع ديما ما معناها ان شاء الله بيان سور معناها ان شاء الله باذن الله ديما باش نوداهم كيف سوا حكايه الملحه والا الحلوه حبينا نبداو لهم اليوم بكالكنيفه اللي عاطيه هكا روح نذكركم ايمان عيدي شيف باتيسري باتيسري مجدولين هاكا تفرجوا وشوفوا البنه وبالحق معناها هاكا التصويره الحقيقه باش تنطق يعطيك الصحه ايمان نذكركم شيف ايمان تكون حاضره معنا ديما سبت واحد وتودكم باللي غصيت في كوجينتنا 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 مازلنا مواصلين معاكم المشوار شنو عندنا تليفون ساعه نجمو ناخذوا تليفون والا لي خالص السيد المخرج ومعده البرنامج بي ناخذوا تليفون او تخطو عندك هكا كلمات تحب تقولهم لنا مدام احنا تو في رمضان اش حبيت نقول لك رمضان حياه قاعده أي. ولميت اي همسيت مع مريومه ترجعنا ليه من البنينه معانا ومع الحياة ترجعوا الأحلى القعدات هكا وإن شاء الله باش نرجعوا الأحلى القعدات بإذن الله وإن شاء الله نكونوا هكا قاعدين نفيدوا في السيدة المستمعين وقت اللي نرجعوا لك الحاجات الزمنية اللي نحاولوا نحكيوا فيهم في المجالات الكل راهو هو احنا نحبوا نحكيوا على القروين أيام زمان حتى ودتنا توا شيف إيمان هكا بك الحاجات اللي تجي في السهرية نحاولوا نعطيوا لي غوسيت للنساء خاطر يحبوا ساعات يحبوا أول حاجة أي طبعا أنتم ها عوليت الكنافة ما إحنا قبل بوزة معناه حاجة عالمية قبل لا طبعا ما بالنسبة تو كنافة حاجة كبيرة قبل في صغر ما إحنا كنت بوزة أمي مش تعمل اليوم بوزة معناه راهي حاجة عالمية على الأخر على الأخر بالحق تو قاعد يتطور مجال الباتيسيري تبارك الله ما شاء الله وربي يعينه خيات الكل وحاجات مزيانة برشا وتاهي برشا وما شاء الله عليهم وان شاء الله اللي يعمل بحب كل شيء بقدرة ربي انا راه يقدم في كل مجاله باذن الله دونك حاضر معنا التليفون نوفل بي اونتغطون حاضر التليفون حابين احنا نخدموا هكا بالموسيقى خاصة في الأجواء الرمضانية حاضر معنا عبد السلام مش حاضر مازال مش حاضر بي توكا مازلنا ما خديناش تليفون نمشي ونخرج ونوفل سي بون